السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أعزائي متابعين أحلى ناس أنتو. استوى عندي خطأ بسيط فيه. نزلوا تول الجديد لاندسكيبنج. أنا تشوفوا وياكم في السالفة. تشوفوا يا رباه يا رباه. يا رباه. اشوف شوف تشينج يا حبيبي. اخيرا استرنكت فول مثلا واحد صح. برش سايز هذين والله نزلوا تول جديد على حظكم. ريز لور سموث اوكي. فلاتر اوكي. الحين يعني نروم نعدل الارض بدون مودات بدون خرابيط بدون شيء. يا رباه يا جماعة الخير. يا الصراحة شوف شوف رومي يسوي طلعات في المزرعة وين كنا متبهدلين نحن. رومي يسويها طلعات حتى هاي رومي شلهن. اخيرا عدلوا اللعبة. المهم يا اصدقائي يا اعزائي يا احبتي نحن سجلنا حلقة واستوى عندي خطأ بسيط. في العادة يكون في روتين يومي نحن لازم نسوي منشل هالوسخ كله ونشل ونسوي صيانة وهاي الأمور. بسوي لكم إياه تايم لابس. طبعا نحن حطينا مال الدي اي لكن استوى عندي خطأ في خلال تسجيل البرنامج الاو بي اس عنده يعطاني ريكوردينج ايرور. لكن بنكمل موضوع الدي اي ان شاء الله في الحلقة القادمة. هاي الدي اي اخذنا 400 دي اي تقريبا. والحين بما ان عندنا التول هذا فباذن الله انا راح اشتريها واخليكم مع الحلقه اللي تم التسجيل وما ضاع في الايرور. راح احط لكم اياها اليوم باذن الله بعد هذا الفيديو على طول. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الساده شو كان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليش تركت تسبقني. مرحبا فيكم في حلقه جديده من فارمينج سيمبليتر عزب الاندنديليتر. هذا انا عبيته تو مساحه حق البقر. لازم تشوف الحلال. هيلا لازم تشوف الحلال بخيول. بس يا ريت كان الكلب يلحقنا ونحن هي ونحن على الخيل. بس ما يلحقنا ونحن على الخيل. لازم تمشي. بس تو وين جمعت الوول هنا عسى بنحمل عقب. عرفت لانه ما ينتج زياده. واي شيء شي عقيت اي شيء عادي يعني. ايه عسى يكون سهل توقف على ينب وشله وروه. بس والله ينتجون ترى. شفت اول شاله من شوي ينتجون والله. ايه كل شيء فل. شو تمسخر نحن. شو اول شيء نسوي اعمال روتينيه. انا هذا مش 100% بسير بفضي هذا. يب انا اظني رعد 100%. لحظة 100% خلنا انزل انطفى كلين رعد كلين. يلا خلنا يسير. هاي كلهم معهم في شيء والواحد ورد عقهن هني وخلاص. تبى الصدق ها احسن شيء سوينا اظني غيرنا مكان هني في الزاويه. الحين بيكون وايد زين.
بغسل على الطائرة ديدي. لا آخر واحد على اليسار هو اللي تكون اشتريته عادي يعني. بس غسلته هذا لأن صراحة هذا أكد أكد لي هدي الله يعينك. سيفن. هذا حق شو؟ بول ما يخصه في القطن. انك تبدف في الول داخل يعني ولا شو؟ لا يا ريال دفة. لا ممكن 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 ممكن. بس ما بيسحب القطن. بيسحبه ريوس. هو في الفيديو شو سوى؟ يمكن عنده مكينة شيء تفتت الول يشل التانكر. لا ما يشله متزع. ايه
قالوا صعود غير هاي مال 17 صح؟ لا 19 ايش اللي بيده؟ يا ريال بيده قاعد ايش اللي عنده مود left heavy things اسمه عنده مود عشان يشيل بيده بس وعنده قالوا صعود عادي نفس هيج اللي بناها يعني نسبيا ايه بس كل اللي سواه فقط نرقد ونسوي دي اي برقد ونسوي دي اي شو رايك يقول لي يو ار نوت تايرد الكلب يقول لي يو ار نوت تايرد شو اللي هو يا رح خلص المزرعة دي اي نعم صوت السيارة الحقيقية قالوا صوت شو اوف كم قالوا صوت تقدر تشيله زين